بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. يكون في آخر الزمان يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. والعلم عند الله أن ظاهر النصوص يدل على أن الأقصى يحرر قبل خروج المهدي، ثم بعد ذلك تتكالب الأمم على هذه الأمة وقت خروج المهدي، فيصلي المهدي بالناس في المسجد الأقصى وتقام صلاة العصر في الوقت الذي تقام فيه صلاة العصر قبل أن يتقدم المهدي للإمامة. ينزل عيسى بن مريم عليه السلام إذا طأطأ رأسه يظن من يراه أنه يقطر، وهو لم يخرج من ديماس. الديماس المكان الذي يتوضأ فيه، أي ليس متوضيا. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مرضوع يميل إلى الحرمة، يميل إلى الحمرة، يظهر كأن عليه به بلل وإن لم يكن متوضئا. عندما ينزل عيسى يتأخر المهدي، فيمتنع عيسى عن التقدم ويتقدم المهدي يصلي. قيل في تعليلها، والعلم عند الله، أن عيسى في قلبه الإنجيل، أما المهدي ففي قلبه القرآن، والقرآن مقدم على الإنجيل، حتى تعلم يا حافظ القرآن كله أو بعضه أي علم موجود في صدرك. فيتقدم المهدي فيصلي بالناس، ومع عيسى بن مريم عليه السلام حربة يقتل فيها الدجال. يكون الدجال قد خرج أيام المهدي، لكن الله جل وعلا يقتله على يد عيسى بن مريم. كل من سبق أيها المبارك ممن ظهروا كانوا يدعون النبوة، أما الألوهية فادعاها قليل، ادعاها النمرود وادعاها فرعون، لكن الذين كانوا يعبدون النمرود أو يعبدون فرعون لم يعبدونه قناعة، إنما عبدوه خوفا، لأن لا فرعون ولا المهدي معهم قرائن، معهم أدلة، لا نمرود ولا فرعون معهم أدلة. أما الدجال بقدر الله، يعطيه الله جل وعلا قرائن، يمر على القرية الخريبة. أي قرية الآن يا بني؟ تسكن فيها كنوز من قديم السنين، فإذا آمنت به القرية أمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويدعو كنوزها فتخرج تتبعه كنوزها كيعسيب النحل. ويمر على القوم في رغد من العيش فيدعوهم فلا يتبعونه، فيتركهم ممحلين ليس معهم شيء. هذه إحدى أموره. ثم إنه يقول للرجل من الأعراب: أرأيت لو أحييت لك أباك وأمك كنت متبعني؟ يقول: نعم. فيستعين بالجن بالشياطين، فتتمثل الشياطين في صورة أبي الرجل وفي صورة أمه، ثم يقول: هذا أبوك وهذا أمك، فربما اتبعه الرجل. معه ماء ونار، يقول صلى الله عليه وسلم: فما ترونه ماء إنما هو نار تلظى، وما ترونه نارا إنما هو ماء بارد. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: فمن أدرك شيئا من هذا فليغمض عينيه ثم ليقتحم ما يراه نارا فإنه ماء بارد. الآن أيها المبارك أنخ مطاياك عند قوله صلى الله عليه وسلم: اغمض عينيك، لأن الإنسان إذا أراد أن يواجه الحقائق بقوة لا يثبت، لكن ثمة أنواع من العواصف يحتاج أن نطأطئ الرأس حتى نعبر ونمر، وهذا أمر يرزقه العقلاء في كيفية التعامل مع الحوادث والفتن. فهذا نبي الأمة يوصي ويقول: فليغمض عينيه. لماذا يغمض عينيه؟ لأنه لو فتح عينيه سيرى نارا، وإذا رأى نارا لن يستطيع أن يدخلها حتى لو كان يملك يقينا، لكن الحل هنا أن يغمض عينيه فلا يرى النار فيقتحمها، فإذا اقتحمها سقي ماء باردا. لكن تنبه أيها المبارك، وهذا الدرس ليس وعظيا، تنبه إلى قوله صلى الله عليه وسلم: مكتوب بين عينيه كافر. الله جل وعلا يظهر النقص على كل مخلوق من غير استثناء. قتادة رحمة الله تعالى عليه
ابن دعامة السدوسي كان يحدث ذات يوم في مجلسه، فصار يسرد أحاديث، فتن به الطلاب. قال له أحد الطلاب: يا إمام، أراك حافظا. قال: والله ما حفظت شيئا أبدا وضيعته. هذه كلمة لا تليق لا من قتادة ولا من غيره، لكن الله يظهر النقص على عباده. فقام رحمه الله من مجلسه وإذا به يضيع أين وضع حذاءه، فأظهر الله جل وعلا عليه النقص في الحين الذي قام فيه. فالدجال يأمر السماء تمطر، يأمر الأرض تنبت، معه ماء ونار، تتبعه الكنوز يعاسيب النحر، يعاسيب النحل، مكتوب بين عينيه كافارا يقرأها كل مؤمن، وإحدى عينيه كأنها عنبة طافية. رغم كل تلك القدرات الخارجية لا يستطيع أن يذهب الأذى الذي في عينيه ولا أن يمسح الكتابة التي في جبهته. وهذا سر يبين الله فيه نقص هذا الرجل حتى يعرف المؤمنين أن ربهم كامل. يقول صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور. وقال: ما من نبي إلا وحذره قومه، وأنتم آخر الأمم وأنا آخر النبيين، وإنه خارج فيكم لا محالة. قلنا: يأتي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتل الدجال، ثم إن عيسى كذلك يعيش ما كتب الله له أن يعيش، ثم يخرج يأجوج ومأجوج، وهذا كله من أخبار الساعة. ثم بعد ذلك تمر أحداث وأحداث حتى يخرج الخلق، يكون قيام الخلق لرب العالمين جل جلاله. نأخذ خبرا آخر من أخباره صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام في أحد أمر أن لا يغسل الشهداء، وقال: ادفنوهم بدمائهم. ثم قال: أنا شهيد على هؤلاء، لأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم نصروه. وسنذكر فوائد عن هذا الحدث. أولا، المنازل عند الله تختلف. الله يقول: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الميت الأصل أنه يكرم جسدا وروحا إذا كان مؤمنا، ولا يكرم لا جسدا ولا روحا إذا كان كافرا. والجسد له رحلة والروح لها رحلة. فأما رحلة الجسد فإن أول ما يصنع بالميت تغمض عيناه حتى لا تتبع بصره. وأنا أتكلم كلام علمي غير وعظي، لأننا نستحي أن نتكلم وعظيا بعد القرآن وأنتم خارجون من صلاة التراويح. فنقول: تغمض عيناه، فيبقى الجسد. هذا الجسد أمر الناس كفاية بأن يغسلوه فيغسل. استثنى الله الشهيد كما سيأتي. من يغسل الميت؟ يغسل الميت في مقام الأول وصيه، من وصى الميت أن يغسله يقدم. والميت إما أن يكون ذكرا أو يكون أنثى، فإذا كان رجلا لا يجوز للنساء أن يغسلوه، وإذا كان أنثى لا يجوز للرجال أن يغسلوه، إلا حالتين تستثنى من هذا. الحالة الأولى: إذا كان الميت أحد الزوجين فإن الرجل يجوز له أن يغسل امرأته، والزوجة يجوز لها أن تغسل زوجها. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس زوجته، وأسماء بنت عميس امرأة صالحة صوامة قوامة. وصى الصديق رضي الله عنه أن تغسله، وأبو بكر رضي الله عنه في موته روايتان ولا تعارض بينهما. رواية تقول أنه اغتسل في يوم بارد فحم فأصابته الحمى، فمكث 15 يوما ثم مات. مات يوم الاثنين ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء لثمان بقين من جماد الأولى. الرواية الثانية أنه قبل عام من موته أكل طعاما برفقة الحارث ابن كلدة. حارث ابن كلدة هذا طبيب العرب. فقال الحارث لأبي بكر بعد أن أكل الطعام: أكلنا أنا وأنت سم سنة كاملة. فمات الحارث وأبو بكر في يوم واحد على الحول تماما
من اليوم الذي أكل فيه الطعام. مات الحارث وأبو بكر في يوم واحد على الحول الذي أكل فيه الطعام، وغسلته أسماء بنت عميس. موضوع الشاهد أن أسماء وصى أبو بكر أن تغسله فغسلته. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أوصى أن يغسله محمد بن سيرين. محمد بن سيرين معبر الرواة، أحد التابعين الكبار. جاءه رجل قبل أن يغسل أنس بمدة طويلة، فقال له: أيها الإمام، إنني رأيت رؤيا. قال: اقصص علي رؤياك. قال: رأيت فيما يرى النائم أن رجلا ولم يسمه رأى أن ساقه مكشوفة ونبت شعر على تلك الساق، فما تأويلها؟ فقال محمد بن سيرين: على البداهة هذا رجل يركبه دين ثم يسجن بسبب الدين ثم يموت وهو مسجون. قال: انتهيت؟ قال: نعم. قال السائل: رأيتها فيك، أي في محمد بن سيرين. فركب محمد بن سيرين دين وسجن في الفترة التي كان فيها مسجونا. مات أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأوصى أن يغسله محمد بن سيرين، فأخرج من السجن، غسل أنسا، ثم عاد إلى السجن ومات وهو في السجن كما وقع في الرؤيا. صدق الله ذلك الرؤى الرائي ما رأى. موضع الشاهد من هذا: دخلنا في الغسل، قلنا رحلة الجسد، ثم بعد ذلك يكفن، ثم يوضع الجسد في قبره. والقبور مساكن الموتى وأول ديار الآخرة، تراها وهي ظاهرة شيئا واحدا، وبينها في الداخل جم غفير وفرق لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. يقول الله: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذه أيها المبارك رحلة الجسد. تحل أربطة الكفن، يقرب الميت وجهه من جدار الأمامي للحد المتجه للقبلة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الكبائر ثم قال: واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. قبلتكم أحياء في الصلاة والدعاء، وقبلتكم أمواتا في الاحتضار والدفن. فيقرب الميت من جدار القبر الأمامي ويوضع تراب خلف ظهري حتى لا يسقط، بعد أن تحل عنها أربطة الكفن هذه، ثم توضع لبن حتى لا التراب يأتي عليه مباشرة. والنبي عليه الصلاة والسلام وضع على لحده 9 لبنات، ثم بعد ذلك يحثى التراب. هذه أيها المبارك رحلة الجسد علميا. أما الروح تخرج تصعد إلى السماء، هذه السماء لها أبواب تفتح لأقوام وتصد عند أقوام. كل سماء تتحرج أن تمر عليها روح الكافر، وكل سماء تتمنى، كل موضع في سماء يتمنى أهلها أن تمر عليهم روح المؤمن، ويشيع روح المؤمن من كل سماء مقربوها، وتنادى بأحسن الأسماء حتى تصل إلى العرش، فيقول أحكم الحاكمين: أرجعوها إلى الأرض، فإني قد وعدتهم منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى. تعود الروح إلى البدن، روح المؤمن تعود إليه بلطف، وروح الكافر تلقى إليه طرحا. قال صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. تلتصق الروح بالبدن لتكون مستعدة لسؤال الملكين وما يعقب ذلك من أمور. نعود لقضية الشهداء. الشهداء في هذا الخضم أرفع الناس مقاما. إن إنسانا يرى الموت عيانا ثم لا يتأخر من أجل إعلاء كلمة الله لا يحتاج إلى أن يشفع له أحد، فالشهيد شافع وليس مشفوعا فيه. وقاه الله جل وعلا فتنة القبر، قال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. فإذا أدخل القبر لا يسأل ولا يختبر ولا يفتتن، ولا حاجة أن يصلى عليه فيدعو الناس له، لأنه شافع غير مشفوع فيه. ولا يمنع ذلك من الدعاء له، لكن أن يكون هذا لزاما كما يكون في حق غير هذا لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف على 70،
قد ذرجوا بدمائهم، منهم عمه حمزة رضي الله عنه وأرضاه، فلما رأى حمزة مدرجا بدمائه قد مثل به بكى صلوات الله وسلامه عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يحب عمه حمزة حبا جما، وكنية حمزة أبو عمارة رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء الأخيار وقف عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: أنا شهيد على هؤلاء. ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه عاد إليهم مرة أخرى يوم أن شعر بدنو أجله وقرب وفاته، أتى لشهداء أحد فدعا لهم واستغفر صلوات الله وسلامه عليه كالمودع، ومبينا وفاءه مع من كان معه من أمته عليه الصلاة والسلام، أنه اعتكف العشر الوسطى من رمضان كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد. ثم لما كان صبيحة يوم 20 خرج إلى الناس وقال: إنني كنت قد اعتكفت العشرة الوسطى أن تحرى ليلة القدر، وإنني قد أخبرت أنها في العشر الأواخر، فمن كان معتكفا فليبقى معي، وإنني أريت أنني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: فأمطرت السماء تلك الليلة فوكف المسجد وكان سقفه من جريد النخل، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم رأيته ينصرف من صلاة الصبح وأثر الماء والطين في وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وكانت تلك الليلة ليلة 21. من هنا أخذ العلماء من قال من العلماء إنها ليلة 21، وبسط القول فقهيا لا وعظيا في ليلة القدر على النحو التالي: قال بعض العلماء إنها ليلة النصف من شعبان، وهذا ينسب إلى عكرمة وهو مرجوح جدا لأن القرآن يعارضه، قال الله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وينسب إلى زيد بن أرقم وعبد الله بن مسعود أن ليلة القدر هي ليلة 17 من رمضان، ودليلهم آية الأنفال: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فقال الله جل وعلا: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ويوم بدر كان يوم 17 من رمضان، فقالوا إن هذا دليل على أنها ليلة 17 من رمضان. وأطاب أكثر علماء الأمة الباقون على أنها في العشر الأواخر، وهو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة. ثم إن الذين قالوا إنها في العشر الأواخر وهذا هو الحق انقسموا إلى قسمين في أصل القضية فقهيا، ففريق قال إنها تتنقل، والدافع إلى القول أنها تتنقل عدم إمكانية الجمع ما بين أحاديث ورد في الصحيح البخاري أنها ليلة 21، وورد في صحيح البخاري أنها ليلة 23، وأقسم أبي أنها ليلة 27، وفي المسند من حديث ابن عمر أنها ليلة 24، فقالوا لا يمكن الجمع ما بين هذه الأحاديث، إلا أن نقول إن ليلة القدر تتنقل في كل عام، إلا أنها في ليالي الوتر أرجى منها في ليالي الشفع، ولاحظ أرجى، ولا يلزم أن تكون في ليالي الوتر فقط، لكنها أرجى في ليالي الوتر من ليالي الشفع، هذا الجذر الأول. الفريق الآخر قالوا لا تتنقل، هي ليلة أنزل فيها القرآن، فهذه الليلة من كل عام تكون ليلة القدر. وهؤلاء اختلفوا في تحديدها، فمذهب الشافعي فيما أظن الساعة أنها ليلة 24، ومذهب أبي بن كعب وعليه أكثر العلماء أنها ليلة 27، وكان أبي رضي الله عنه يقسم كما رواه مسلم في الصحيح من طريق زر بن حبيش. وبعض العلماء يرى أنها ليلة 21، وآخرون يرى أنها ليلة 29. جملة القول أن يقال أن من قام رمضان كله وافق ليلة القدر، ثم نقول من قام العشر الأواخر كلها بإذن الله ورحمته يكون قد وافق ليلة القدر. لكن نقف هنا ونقول يبدأ الإنسان فقهيا بالأولويات، فأول ما يبدأ بطلب ليلة القدر أن تصلي العشاء والفجر في جماعة، أن تصلي العشاء والفجر في جماعة، لا تطلب نافلة وقد ضيعت فريضة،
تصلى العشاء والفجر في جماعة أولها وسلام هي حتى مطلع الفجر، ثم يحرص الإنسان على قيام ليلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فالمرغوب المطلوب الأول فيها قيامها، على أنه ينبغي أن يعلم أن عائشة تقول: ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بأكملها. والمعنى أنه يصلي بعض الليل ويقرأ القرآن في بعضه ويدعو في بعضه ويذكر الله في بعضه، ولو استراح في بعضه ولا حرج، لكن أفضل أن يستريح في مقام عبادته، في مسجده أو في بيته أو في عمله. الناس تختلف، ورب الجميع واحد، والله يطلع على القلوب لا يطلع على الأبدان. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. في هذه الليلة، قبل هذه الليلة، من الليلة قبل أن تدخل العشر، لابد أن يستشعر الإنسان أن الله رحيم، وأن الإنسان له ذنوب يرجو من الله أن يغفرها، وله عيوب يرجو من الله أن يسترها، وله آمال يرجو من الله أن يحققها، وله مخاوف يرجو من الله أن يجيره منها، وهناك جنة يرغب أن يدخلها، وهناك نار يخشى أن يمسه لهيبها، وهناك أمور وأمور لا يقدر عليها إلا الله. فيزدرب الإنسان بقلبه في المقام الأول برغبة صادقة من القلب أن الله جل وعلا يوفقه لقيام ليلة القدر، ووالله لن تنال مطلوبا ولن تدفع مرهوبا إلا برحمة من الله وفضل. فلا تتكلن على شيء من قوتك أبدا. قل: اللهم إنني أبرأ إليك من كل حول وطول وقوة إلا حولك وقوتك. اللهم أقمني في مكان ترضى فيه عني. كان الشافعي يقول: أهمني أمر فرأيت في المنام أن طارقا يطرقني فيقول: يا أبا عبد الله قل في دعائك: اللهم إنني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولن أستطيع أن أخذ إلا ما أعطيتني، ولن أتقي إلا ما وقيتني، فوفقني اللهم لما تحب وترضى من القول والعمل. قال الشافعي: فقلتها ففرج الله عني. والمقصود من هذا أن تزدلف إلى الله في سجودك في النهار أن يوفقك الله جل وعلا لقيام الليل. والله من تحرر من الذنوب نهارا رزق منة العطاء والوقوف بين يدي الله ليلا، ومن أثقلته ذنوبه في النهار صعب عليه أن يرزق الوقوف ليلا بين الواحد القهار. في النهار تعامل مع الله جل وعلا تعامل مسكين، تعامل عبد له عند ربه حاجة تكون في الليل، فيحاول في النهار أن يستدر بمسكنته رحمة العظيم حتى يمن الله جل وعلا عليه بالتوفيق في ليلة القدر. ادخل على والدتك وبرها وأنت ترجو ببرها رحمة الله. قل في سجودك: اللهم وفقني لقيام ليلة القدر وأحسن فيها مقامي بين يديك. توخ مسكينا أو سائلا أو أرملة أو يتيما فأحسن إليه، عل الله جل وعلا أن يكرمك بالقيام بين يديه. توخ أحدا من قرنائك أو جيرانك أو أصحابك بينك وبينه شحناء، فاعف عنه وتنازل عن حقك طمعا في أن الله جل وعلا يوفقك في القيام بين يديه. هذه بعض ما يمكن صنيعه، وإلا باب استدرار رحمة الله جل وعلا مفتوح، فاصنعه. فإذا جاء الليل لا يكن همك إلا ذنبك، ولا يكن رغبتك إلا في ربك تبارك وتعالى. فقف بين يديه، اسأله وارجوه، والله جل وعلا لا أحد أحب إليه المدح من الله، فأكثر من الثناء عن الله واعترف بذنبك. قال الله يعلم الأبوين آدم وحواء: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأثني على الله جل وعلا بما هو أهله، ثم صلي ولو كنت في سجودك
على نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم اسأل الله من خيري الدنيا والآخرة، وابدأ بالعظائم. وأعظم الأمور أن يرزقك الله الجنة، وأعظم الأمور أن يجيرك الله من النار. ثم اسأل الله كما قالت عائشة لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيحاول المؤمن قدر الإمكان أن يردد هذا الدعاء المأثور عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله ما يمكن أن يقال فقهيا عن ليلة القدر. نختم أيها المؤمنون بأن من أعظم ما نعت الله به أنبياءه وما كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم هو تعظيمه لله جل وعلا التعظيم اللائق، وقرب العبد من ربه بمقدار تعظيمه لله. والله يقول: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هذه بعض القرائن والبراهين على أن المؤمن يعظم الله. أولها أن لا يستبشر بحديث ولا يفرح بالحديث عن أحد كفرحه واستبشاره وانشراح صدره للحديث عن رب العالمين جل جلاله، لأن ذلك المؤمن ليس في قلبه أحد أعظم من الله، فلا يمكن أن يطمئن قلبه ويشرح صدره وتفرح ذاته إلا إذا كان يتحدث عن الله. وعلى النقيض من ذلك أهل الفجور والكفر والفسوق عياذا بالله لا يجدون فرحا ولا استبشارا إذا حدثوا عن الله. قال الله جل وعلا: وإذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فقال جل وعلا في سورة أخرى وهي الإسراء: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فما الذي ينبغي أن تصنعه أيها المبارك؟ أن تحاول قدر الإمكان أن تجد في نفسك طمأنينة وسكينة وأنت تتكلم عن الله أو تتلو كلام الله أو تسمع شيئا عن الله أو تصنع صنيعا من أجل الله أو تترك شيئا من أجل الله. هذا من أعظم علامات أن العبد يعظم ربه التعظيم اللائق به. ووالله كل نعيم وعده الله جل وعلا عباده إنما هو مرهون بقدر تعظيمهم لله تبارك وتعالى. ومن احتفى الله به في الملأ الأعلى إنما احتفى الله به لما في تعظيمه لله تبارك وتعالى وهو على الأرض. قال الخليل إبراهيم عليه السلام: وكان أعظم العباد تعظيما لله بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال يخاطب أباه: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فاحتفى الله جل وعلا بهذا النبي الكريم أبي الأنبياء لما كان في قلب إبراهيم من تعظيم الرب تبارك وتعالى. ومن قرائن هذا التعظيم أن الإنسان يؤمر بالنهي عن شيء فيطلب منه الشيء بأبيه وأمه وجيرانه وعلاقاته فيأبى، فإذا طلب منه شيء من أجل الله تركه تعظيما لربه تبارك وتعالى. وهذه تربية يصنعها الإنسان لنفسه